السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على والناس آدم والناس، هذا الفتى اللي نقولوا الحظ دائما وين يعاكسه، دائما وين الحظ يكون ضده، كاين لا غالب، كاين لعاب كبير تيب الحظ يعاكسه. امثال كاين بزاف لاعبين، كاين لاعبين كبار امثال بون باستن، هذا الجيل اللي ما يعرفش بون باستن يروح يتفرج بون باستن، يعني وين الحظ وين حبس مولا 28 عام واقيلا 29 عام حبس البوله، لعاب كبير ادم والناس وين لعاب كبير، لعاب كبير ادم والناس، لعاب كبير لعاب كبير 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 كبير، الحظ برك هذا مكان. وادم والناس انا ماذا بيا يكون حاضر في المباراه مع تاع بوركينا فاسو وجيبوتي، الى خاطش على حساب ما رانا نتبعوا في عاود ولا ماذا بينا يعطيه دعم معنوي، ماذا بيا جمع بالماضي يعطيه دعم معنوي، هذه اللي نحوسوا عليها، ماذا بيا جمع بالماضي يعطيه دعم معنوي، خاطش الناس كانت مبليسيا وما لعبوش جاوا عاودوا، انا ماذا بيا يعطيه دعم معنوي امام النادي تاعه، بلي هذا اللاعب ماغري راه مبليسي بصح نحتاجوه. والا كان لاعب والا لعب في هذو لي ماتش جاي ولعب، يعني نعرف بلي التاهل سوف يكون في ارجل ادم والناس، هذه متالي سوف يكون في ارجل ادم والناس، وين والناس يقترب من العوده وسيحسم مستقبله، يعني وين يتواصل غياب الدولي الجزائري ادم والناس نجم نادي نابولي الايطالي عن ملعب الملاعب منذ يوم 30 سبتمبر الماضي بسبب الاصابه التي تعرض لها في الفخذ، ما ادى الى تضييعه 6 مباريات كامله مع ناديه الايطالي، فضل عن تخلفه عن تربص الخوض بدايه الشهر الجاري ومباراة النيجر المزدوجة في تصفية كأس العالم بقطر. ويخضع آدم والناس لبرنامج علاج وتأهيل منذ بداية الشهر الجاري، ولم يتحدد موعد عودته إلى المنافسة بصفة رسمية، حيث يتوقع أن يشارك في تدريبات الجماعية لنادي نابولي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل فصل المدرب يعني سباليتي في موعد عودته إلى حساباته الفنية. وبما أن آدم والناس لم يستدعي للمشاركة في مباراة نابولي يعني الأحد الماضي في الجولة 11 من الدور الإيطالي بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة، نابولي فاز بهدف دون رد، وإن استغل تواجده في منزل لمتابعة المباراة فريقه السابق نادي بوردو الفرنسي أمام نادي ريمس في الجولة 12 من الدور الفرنسي، والتي فاز بها بوردو بثلاثية أهداف لهدفين، ليتنفس قليلا بسبب بدايته الصعبة في الليغ أن بدليل تسجيله لفوزين فقط في 12 مباراة. وفي نفس السياق نشر والناس صورة له وهو يتابع المباراة في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، وهي خطوة التي تنقلتها وسائل الإعلام الإيطالية التي نشرت خبر الذي خلف الكثير من التعليقات، وعلى رأسها الحديث عن اشتياق الجزائري والناس إلى فريقه السابق والدور الفرنسي إلى درجة تكهن بإمكانية عودته إلى الليغ آن خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، وبغض النظر عن تعرضه للإصابة وابتعاده عن الملاعب لمباراة سادسة على التوالي، فإن آدم والناس غير راضي عن وضعيته في نادي نابولي لأنه لم يشارك إلا لدقائق معدودة قبل تعرضه للإصابة، رغم أنه قرر البقاء في الفريق بالضغط من المدرب سباليتي الذي وعده بمنحه فرصة للتألق واللعب باستمرار. أنا تبلي بلي هو يعني في اخر لحظات وين مارسي كان تحوس تشري العقد تاعو كومبلي جيبه، وين ميلو بيتدي اتاكو من مارسي، انا تبالي بلي غادي يكملها غادي يولي لمارسي، انا تبالي بالتالي
باللي ادم لوناس غادي يولي لمارسيل، حاجه اللي وما نعرفش خاطش علاه وين مارسي وين كانت جابت ومنعوها باش تجي، قالوا لا باش تجيبي لعاب يعني في تجيبيه لازم لك اعاره تجيبيه، هو باغين يشروه باغين يجيبوه بالكواعد، هذه اللي تبان لي وحاجه واحده اخرى ما نعرف ماناش عارفين. وكان سباليتي اخلف بوعوده الامر الذي جعله الناس يفكر في تغيير الاجواء خلال التحويلات الشتويه المقبله، وهو الذي يبحث عن فرصه اللعب بانتظام واستعاده مكانته في المنتخب الوطني، والتي قد يضيعها ان وصل على هذا المنوال، خاصه في حال تاهل محاربي الصحراء الى كاس العالم 2022. حنا نعرفوا بلي ادم الوناس لعاب للمكانه تاعو في المنتخب الوطني، يعني مكانه تاعو بدون لا غبار عليها، لعاب اللي يلعب يعني لعاب اللي يعطيك حلول، يعطيك حلول في الهجوم، وشاهدناه وين يلعب دقائق مع نابولي وين عطى حلول، يعطي حلول بزاف على ذيك نتقارعوا لادم الوناس يرجع في الوقت المناسب، خاصة الى عاود ولا في هذه الايام، هذه الايام التاليه هذه لا عاود ولا نعرفوا بلي ادم الوناس نتمنى جاما بالماضي عيط له، خاطر كان اللي يقول لك اللي عيط له علاه واللي عيط لهم واللي كان مبليسين عيط لهم وما لعبوش، ادم الوناس فاني كي يستاهل دعم معنوي، يستاهل دعم معنوي. وادم الوناس الا كان واجد لي زونترينمون تاعو بزاف، لي زونترينمون تاعو بزاف سي محمد، كاين اللي عنده يلعب لك ميطو نص سيزون تاع قاطر كيما دارت ميطو وحده يلعبها لك ادم الوناس، لو كان يلعب لك بار نص ميطو في طليان تساوي سيزون نص موسم تاع قاطر ميطو، و الى كان في كان في انجليز ولعب بارتي كومبلي تساوي موسم كامل تاع قاطر، بيتورونا ما نعرفوش بولا على بالك رديتو وعند الهضره نتوما على بالك تهضروا وعند الهضره، كاين الناس يهضروا وعند الهضره ايش يندم شي شعب ولا هذو الناس في اليوتيوب يهضروا هذا الهضره كلي شغل الشعب هذا ما يعرفش كرة القدم، صابوا الناس ما تردش عليهم ساكتين تكا تاكي تي كومونتو لهم عمو عمي على بالك حاسبي باللي راهم على حق، وهذا هو الجاهل، الجاهل كي تعطيه يقول لك راني على حق، يعني يهضروا هضره تضحك اللي يعرف كرة القدم يضحك، خاطش كون عاودوا نولوا العيسى ماندي قال لك عيسى ماندي ما نجحش كوكا، واه عيسى ماندي مازال ما تأقلمش مع الخطة برك، مازال ما تأقلمش مع الخطة، خاطر كي تروح تشوف خطة تاع ريال بيتيس كيفاش كانت تلعب، فيا ريال كيفاش هي تلعب، مازال ما تأقلمش معاها، كيما العام اللي كانوا يقول لك أو فيغولي يلعب ينجم يلعب دو، يا ودي فيغولي ينجم يلعب دو، يا ولد الخطة هذيك تاع 3-5-2 هذيك خطة تبالكم بلي فيغولي يلعب دو، مي تتهموا بزاف البولا، قالك فيغولي ينجم يلعب دو في ليكيب ناسيونال، يا ولد الخطة هذيك اللي كانوا يلعبوها في فالونسيا هذيك خطة اللي تبين بلي تشوف انت بلي فيغولي راه يلعب دو، انت كي تشوف انت يا غوارديولا من يبدا يزقي على محرز يقولوا عاود ولي يزقي على لي زاتاكو يقول لهم عاودوا خدموا خدموا الرول خدموا، قعد فيغولي كان صغير كون هذيك البلاصه هذيك نهار الروس فيغولي تشقف من راسه طلعوه مركاونا، خاطر كان يدير كوفرتير على ماندي، كان هو يخدم مع ماندي يطلع ويا وديك البلاصه مستعمرينها، كان يدير كوفرتير على تغطيه على ماندي، باك تعقلوا نهار الروس فيغولي التبليسه خرج يديروا له في البلاط الاخر عاود طاحت عندهم طلعوا داروا له تري من جيب مركاونا، بالك تعقلوا الماتش تاع الروس، يجي انتوما دروك انتوما ما تهمناكمش تهضروا واحد الهضره ما كاش كاع الهضره اللي تهضروها والله ما كان، نبقى مستعجب نشوف نقول هاد الناس هم يحضروا هادو الناس بصح هم امنين في رواحهم يعرفوا كرة القدم، واحد الهضره يهضروا واحد التحاليل يهضروا بيان سبور ما يعرفوش يحلوا تاع بيان سبور الحق مع باجيو واجيو مي قالو ما لا قالو ما دوك يعرفو قالو نجي نخدم تحاليل نكذب على الشعب، قالو مكاش جوا اللي يدير 3 جونغل قالو بيديهم ما يعرفش جونغل قالو نجي انا ندير عليهم تحاليل
نجي نضيع وقت. قال لك الناس تلعب وانا قاعد نحلل عليهم، عنده الحق.